مهم جدا وضروري جدا، ولازم نحن ينشغل بالنا كتير حول هذا الموضوع، ولازم نتعب عليه أكثر ونقدم له أكثر، لأنه لا يمكن أن يبنى العالم وخاصة العالم المستقبلي إلا بتلاقح الحضارتين، مو بصراع الحضارتين، لأنه الصراع بيدمر الكتل كلياتها. أما اللقاء والتلاقح بيساوي نتاج دوما. لو النحلة بتكره الزهرة بتاكلها، ولو الزهرة بتكره النحلة كمان بتاكلها بتدمرها. فلما النحلة بتتلاقح وبتتجانس وبتنسجم مع الزهرة، كلاهما بيحققوا العسل. بدون هذا الحب من كل طرف تجاه الآخر لا يمكن أن يكون هناك العسل الحلو الجميل المفيد.